الرحمن الرحيم. عبد الحق المختاري رئيس مجلس اتحاد المركب التجاري سوق طنجة سابقا، بالمناسبة الذكرى ديال 49 المسيرة الخضراء. كل سنة كنضموا الحفلات بالنسبة لهذه المسيرة ديالنا، واليوم كان عندنا واحد الشرف كبير باش تدخل معايا واحد اللجنة ديال الفنون الحلقة والتجار ديال سوق طنجة باش نديروا هذا الاحتفال العظيم اللي هي الذكرى ديال 49. والمسيرة تقريبا من 1975 وحنا كنناضلوا ملكا شعبا باش نسترجعوا الصحراء ديالنا، والحمد لله اللي وفقنا الله بالمبادرة وكما نقولوا القوة ديال جلالة الملك محمد السادس، والحمد لله اللي استرجعنا الصحراء ديالنا وصبحت صحراء مغربية بها بالأرض ديالها بالخيرات ديالها. وبهذه المناسبة باسمي وباسم التجار كنقدموا التهاني ونطلبوا الله إن شاء الله الشفاء لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وفقه الله في عمله، والوطن ديالنا وطننا، والحمد لله والسلام عليكم.